عندي 3 اوبشنز للاكشنز اللي فاتت ديت. اول اوبشن عندي اون كوميت. يعني ايه اون كوميت؟ يعني بمجرد ما حضرتك هتعمل كوميت للاوبريشن ترانزاكشن اللي عملتها، الاكشن بتاعت البيهيفير هتتم على طول، ويبقى كده حضرتك تقريبا عملت حاجة زي الفيو العادي. بمجرد ما بتعمل كوميت بيروح الفيو على طول يحصل ريفليكشن، وهيبقى الاختلاف عندك في الحتة دي الريفليكشن ده بيبقى بترونكيت ويملى وينسيرت، ولا هيكون ابديت وينسيرت. طيب هنا عندي حاجتين تانيين في منتهى الأهمية، حاجة اسمها on demand وحاجة اسمها start with. start with و on demand دول 2 option موجودين عندي في materialized view. on demand دي معناها وهو اني ببدأ عن طريق اني بكول procedure معينة اللي هي dbms underscore muview dot refresh، وبديها اسم materialized view بتاعي، يبدأ يروح يحقق او ينفذ الكيفية من الكيفيات الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم من شوية، وبالتالي ممكن احطها في الابليكيشن بتاعي على بوتون او كذا او كذا، بحيث ان الهاي ليفل اوف مانجمنت وقت ما يبقى عاوز يشوف الريزلت ديت يبدا يكليك على البوتون دوت فيبدا يعمل ريفريشنج. طيب ستارت ويز واضح من اسمها ان هي سكيدولينج، اقدر اديها تايمينج ستارت ونيكست وابدا اديها اند علشان خاطر اقول يحصل الاكشن بتاعي او الكيفيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده كل قد ايه. بس كده يا سيدي، مش هطول عليك اكتر من كده في النظري، يلا بينا. انا دايما بتوقع ان اي تريننج او اي حاجة بيكون افضل ان انت تجربها في البداية على لوكال هوست عندك، على داتابيز عندك، علشان خاطر تقدر تحتفظ بالكلام ده از ديكشنري، وعلشان كده علشان تقدر تحتفظ بالمعلومات ديت في لايبراري عندك خاصة بيك انت، في سكيما خاصة بيك انت تقدر ترجع لها. وصدقني ده بيكون مهم جدا جدا لما بتكون بعيد عن استخدام اوبجكت معين للداتابيز لفترة معينة. طيب يا سيدي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا عندنا هفترض اني هبدأ الموضوع، انا داخل على لوكال هوست عندي على السيس، وهبدأ الموضوع معاك من الاول خالص. انا طبعا حضرت السكريبتس بتاعتي علشان ما ناخدش وقت في الكتابة. هفترض في البداية ان انا هكريت يوزر جديد للتريننج دوت، وهبدأ اديله بريفليج از داتابيز ادمنستريتور عشان يقدر انه يبقى عنده البريفليج يكريت اي نوع من انواع الاوبجكتس على الداتابيز. انا بالفعل كريت اليوزر دلوقتي وهبدأ ان انا اكونكت عليه. دلوقتي احنا اوريدي كونكتد على اليوزر الجديد اللي عملناه. اليوزر بتاعنا لو بصينا استعرضنا على السكيما براوزنج بتاعته هنلاقي ان هو ما عندوش اي حاجه خالص، مفيش تيبلز مفيش فيوز مفيش اي حاجه. طيب جميل جدا، خلينا نبدا باول خطوه بان احنا نكريت تيبل از سامبل، وليكن تيبل الامب او الامبلوي. لو عملنا ريفريش كده هو هنلاقي عندنا تيبل الامب بتاعنا والتيبل فاضي. هنبدا ناخد خطوه ثانيه، حابب اقول ان المترالايزد فيو، ودي بقى حاجات كده بين السطور نخلي بالنا منها جدا جدا، المترالايزد فيو مش هتقدر حضرتك تعمل له كريت على تيبل موجود الا لازما يكون موجود برايمري كي على التيبل. لو انا دلوقتي خدت الانسيرت ستيتمنت بتاعتي، انا طبعا حاطط سامبل للداتا واخدها من سكيم سكوت تيبل الامب عشان لو حد حابب يعرف ده، تعالوا نرن كده. كده الداتا بقت موجودة عندي في التابل، خلينا نرفرش، ادي الداتا موجودة عندي. خليني هنا قبل الستيب بتاعت اني اكريت البرايمري كي كونسترينت ناخد اول سامبل عندنا للمترالايزد فيو. اول سامبل عندي في المترالايزد فيو هفترض ان انا عندي سيلكتاية من التابل بتاعي بتاع الامب دوت، بفترض ان انا عاوز اجمع الداتا الخاصه بالديبارتمنت رقم 20 في فيو معين، وابدا ان انا بعد كده استخدمه اطلع من عليه داشبورد او اعمل اي حاجه انا محتاجها. فبالتالي لو انا رنيت ادي الكويري بتاعي بقول ان ديبارتمنت ايكوال 20 اهو، فهو طلع لي الناس اللي في ديبارتمنت 20. جميل جدا،
لو احنا حبينا نعمل create materialized view على table الامب اللي موجود، ما ينفعش انك تعمل materialized view بيستخدم فيها on commit على table ما فيهوش primary key. وبالتالي لو انا رجعت للخطوة اللي قبلها علشان اعمل primary key بتاعي، طبعا هكريت اندكس وبعدين هكريت برايمري كي يوزنج ذيس اندكس، بريس اف 5، وجيت عملت هنا كريت الفيو بتاعي. ممتاز، الفيو هاز بين كريتد زي ما احنا شفنا. طيب الريفليكشن عندنا هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده طبعا بريفيو لتيبل الامب، خليه قدامنا كده عشان نبص على الداتا، ولو حبينا نعمل ريفريش كده اهوت للسكيما بتاعتنا. اول حاجه لاحظتها دلوقتي ان مفيش فيوز. الله، احنا مش قلنا يا جماعه احنا بنشتغل فيو؟ بس خلي بال حضرتك يا فندم، هو اسمه materialized view، وقلنا ان هو من ضمن قوته وان هو بيبقى افضل للبرفورمانس لانه اوريدي بيخزن الداتا في تيبلز. التيبلز دي بتبقى شكلها كفيوز معتمده على الكلام اللي عندك من غير ما انت تعمل انسيرت من تيبل لتيبل تاني. ففي الحقيقه هو بينزل عندك في التيبل اوبجكتس مش في الفيو اوبجكتس، لانه اوريدي مش فيو بالمعنى المعتاد. وافتكر ان في اول الفيديو قلت لك ان مفيش حاجه اوريكل بتكررها كاوبجكتس عندها وحاجتين بيعملوا نفس الحاجه. واكيد كل ما تعرف اكتر عن الاوبجكت دوت هتعرف الفروق اللي انت تقدر تستخدمها والفرق ما بينه وما بين اوبجكت تاني يكاد يكون في المعنى المفهوم والاجمالي شبه بعض في الاستخدام. طيب الاوبجكت اتكريت عندي بالشكل ده. طيب هو الريفليكشن بيحصل هنا ازاي؟ لو انا جيت هنا على حد في قسم 20، ده سي بياخد 800 في السيل، خليته هياخد 1000. اللي انا عملته ده كاني كتبت ابديت ستيتمنت من غير ما اعمل كوميت. لو رحت بصيت هنا اهوت هلاقي اني مفيش اي ريفليكشن حصل معايا، وده لاني انا كاتب في الريفريش بتاعي ان هو هيكون اون كوميت، كومبليت اون كوميت. طبعا انت هنا هتقدر تشوف الاون كوميت، يعني انا وانس ان انا عملت دلوقتي كوميت هنا، حضرتك اول ما هتيجي هنا هتلاقي انه ايه هاز بين ابديتد، لكن مش هتقدر طبعا تشوف الميكانيزم بتاع الفيو انه عمل ترانكيت وملى تاني. يعني الحته بتاعه الكومبليت بانه بيترانكيت ويملى تاني، او فاست بانه بيضيف رو وبعدين يابديت على اللي موجود، دي انت مش هتقدر تشوفها دلوقتي. لكن دي طبعا الفروق اللي اوريكل قالت لنا عليها في الاستخدام ما بين الاثنين. طيب تعالى نشوف سامبل تاني. السامبل التاني اللي انا هعمله هو اني هعمل materialized view بيكون مش complete، لا هيكون fast on commit. يعني ايه fast؟ قلنا fast اللي هو مش بيترانكيت وينسيرت، لكن بيابديت الكورنت روز اللي موجوده لو هو موجود، واللي مش موجود بيعمل له insert. وبالتالي قلنا ان لو احنا رجعنا للسلايد بتاعتنا هنلاقي ان النوع دوت محتاج حاجه اسمها must have look table. create materialized view بقول ان هو هيكون fast on commit قسم 30 view. على فكره النيمينج كونفنشن من اهم الحاجات اللي بتميزك كراجل تكنيكال لحد بيقرا من بعديك او ليك انت نفسك لما ترجع تقرا الحاجه بتاعتك، تكون الحاجه مينينجفول كويس جدا جدا للشغل بتاعك وتعبر فعلا عن محتواها. هنا بيرفريش فاست اون كوميت، يعني وانس ان هيحصل كوميت هيروح ينسرت اللي مش موجود وهيابديت على اللي موجود. بس خلي بالك لو انا دلوقتي عملت رون تيبل، طيب انا شغال هنا على تيبل الامب، which is اني انا لازم اعمل لوج على تيبل الامب. طيب تعالوا ناخد السينتاكس، create materialized view log on amp run، وتعالى قبل ما كريت الفيو بتاعي اوريك الريفليكشن بتاع اللي احنا عملنا له run ده. السينتاكس اللي انا رنيته دوت هو كريت لي الاثنين تيبل دول اللي هم مسؤولين عن اللوج بتاعي في الابديت والانسيرت والديليت. طيب تعالى دلوقتي لو رحنا كريتنا
الفيو بتاعنا كده حصل has been created وما عندناش فيها مشكلة. يلا بينا نشوف الريفليكشن ده.